السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا بالكلام عن تفسير سلسلة الأعداد والأرقام، وبذكر الناس للي لسه دخل علينا أول مرة دلوقتي، احنا ابتدينا في سلسلة تفسير الأعداد والأرقام من رقم 1 إلى 100. اتكلمت في حوالي 5 لقاءات في رقم 1 ورقم 2، لاني بتكلم عن كل رقم لشخص بعين. النهارده هنتكلم عن تفسير رقم 2 للبنت العزباء. وطبعا الشاب الاعزب من الممكن انه يكون نفس المعاني، يعني الشاب الاعزب بيتفق مع البنت العزباء في رؤيته لرقم 2. رقم 2 بيدل على بعض الاحداث والمناسبات والاحوال المهمه في حياه هذه البنت. رقم 2 بيدل على امور خاصه بحياتها العاطفيه. بمعنى ايه؟ طبعا هي بنت، فهي مفرد او مفردة. لما تشوف رقم 2 اذا هيبقى فيها حد شريك في حياتها، ولذلك رقم 2 له علاقة بالحياة العاطفية، فسوف تدخل في علاقة قوية جدا، سوف تنتهي بالزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. مش بس كده، رقم 2 احيانا طالما الموضوع خاص بالزواج، فرقم 2 بيدلل لها على ان الزوج ده سيكون مناسبا وسوف تعيش معه حياة سعيدة بفضل الله تبارك وتعالى. رقم 2 احيانا بيدل على الخطوبة، مش شرط الدخول في علاقة، يجي لها شخص مناسب ويخطبها وتوافق عليه وسوف تنتهي هذه العلاقة ايضا او هذه الخطوبة بالزواج، فمش شرط يكون في علاقة يعني. رقم 2 بيدل على التفوق والنجاح والتوفيق في الحياة. رقم 2 بيدل على شخصية قوية تستطيع ان هي تتخطى مشاكلها، او ان عندها القدرة على الوصول للاهداف والطموحات ان شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.